ولد عند جبل المروة على بعد 200 متر من الكعبة، في أرقى حتة في مكة، في أكتر حتة منورة في مكة كلها. والحقيقة إن السيدة آمنة بنت وهب لما حملت في النبي قالت جملة عجيبة جدا، قالت: أنا شفت رؤية. إيه الرؤية؟ قالت: رأيت نورا يخرج من بطني يضيء ما بين مكة وبصرى. إيه بصرى دي؟ دي مدخل الشام من جهة مكة، أول منازل أو أول ما تكون أول مدينة من بلاد الشام وانت جاي من مكة. والعجيب إن أول الفتح الإسلامي لبلاد الشام كان بصرى، مطرح ما هي شافت وهي بتولد النبي. ولدت النبي بالليل، جالها الطلق بالليل، ولأن الطلق جه بالليل فمش كل الناس صاحية مكة، لكن في 4 ستات عندهم شهامة اتحركوا بسرعة عشان يكونوا موجودين معاها ويساعدوها. يا ترى مين ال4 ستات دول؟ أم أيمن، وهي أم سيدنا أسامة بن زيد. 2 الشفاء، أم سيدنا عبد الرحمن بن عوف. 3 فاطمة أم عثمان بن أبي العاص. 4 ثويبة عبدة أبو لهب عم النبي. إنما العجيب يا جماعة إن كل واحدة من الستات الأربعة دول ربنا بارك لها بركة كبيرة في حياتها وأولادها ببركة حضورها لمولد النبي صلى الله عليه وسلم. أم أيمن هي اللي خلفت سيدنا أسامة بن زيد حبيب النبي صلى الله عليه وسلم والقائد العظيم لجيوش المسلمين. 2 الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، هي أم سيدنا عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة وأغنى أغنياء المسلمين. 3 فاطمة أم عثمان بن أبي العاص، واحد من أكثر المسلمين علما. 4 ثويبة عبدة أبو لهب، لما عرف أبو لهب إن النبي اتولد حب يكافئها فقال لها: اذهبي أنت حرة، فخدت حريتها بسبب مولد النبي. وكأن المعنى شايف بركة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، وفي معنى كمان مهم قوي، كل ما تلاقي مكان للخير، مكان للشهامة، مكان للعطاء، ارمي نفسك جواه، ربنا هيبارك لك بيه ويعطيك عطاء كبير.